إذن ما هو المعنى الخفي الذي يحمله اسمك؟ حسناً، بخلاف الأبطال الخارقين، لا يعلم الكثير من الناس ما قد تحمله أسماؤهم من تأثير بالغ عليهم كأشخاص. للاسم قدرة على تحديد وتشكيل صفاتك وشخصيتك. ستتعرف من خلال هذا الاختبار على المعنى الخفي الذي يحمله اسمك وأثره على حياتك. قم أولاً بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتنضم إلينا في الجانب المشرق للحياة. سنمنحك بعد كل سؤال 10 ثوان للتفكير في الإجابة. تذكر تدوين عدد النقاط التي حصلت عليها مقابل كل سؤال، وفي النهاية سيتعين عليك جمع هذه النقاط لاكتشاف نتيجتك. إليك السؤال رقم 1، اختر الإجابة التي تحتوي على الحرف الأول من اسمك. الإجابة هي ألف، شين، صاد، ضاد، طاء، ضاء، عين، باء، ألف، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، جيم، غين، فاء، قاف، كاف، لام، ميم، نون، هاء، واو، ياء، دال، خاء، دال، ذال، راء، زاي، سين. نقاطك تمنحك الإجابة ألف 10 نقاط، وتعادل الإجابة باء 30 نقطة. أما إن اخترت جيم فستحصل على 20 نقطة. وأخيراً دون 40 نقطة للإجابة دال. 2. هل سميت على اسم شخص آخر؟ ألف لا على ما أعتقد، باء بالتأكيد لا، جيم أجل سميت باسم أحد أفراد عائلتي، دال سميت باسم صديق لعائلتي. النقاط يعادل الخيار ألف 30 نقطة، وسيمنحك الخيار باء 40 نقطة. أما إذا اخترت جيم فسجل 10 نقاط، وسيجلب لك الخيار دال 20 نقطة. السؤال 3، هل يبدو اسمك غريبا؟ ألف ربما، باء لا على الإطلاق، جيم أجل فالناس يسألونني عنه، دال نادر وليس غريب. النتيجة أضف 20 نقطة إلى مجموع نقاطك إذا اخترت الإجابة ألف. إذا اخترت الإجابة باء فستحصل على 10 نقاط، أما الإجابة جيم فستقدم لك 30 نقطة، وأضف 40 نقطة للإجابة دال. السؤال رقم 4، ماذا ستختار لقضاء وقت فراغك؟ ألف قيادة سيارة رائعة، باء اللعب مع جرو لطيف، جيم قراءة كتاب، دال التسوق برفقة الأصدقاء. النتيجة ستقدم لك الإجابة ألف 40 نقطة، وأضف 20 نقطة للإجابة باء. أما إذا اخترت الإجابة جيم فدون 10 نقاط. وأخيرا ستمنحك الإجابة دال 30 نقطة. 5، كم عدد أصدقائك؟ ألف أنا أفضل الوحدة وليس لدي أي أصدقاء، باء لدي القليل من الأصدقاء ولكن صداقتنا حقيقية، جيم لدي الكثير من الأصدقاء، دال لدي مئات الأصدقاء، فقط ألقي نظرة على صفحتي الشخصية على فيسبوك. النتيجة تقدم لك الإجابة ألف 20 نقطة، وإذا اخترت الإجابة باء فدون 40 نقطة، أما الإجابة جيم فتساوي 30 نقطة. وأخيرا أضف 10 نقاط إلى مجموع نقاطك إذا اخترت الإجابة دال. 6، أي من الكلمات التالية تصفك بشكل أفضل؟ ألف مراقب، باء قائد، جيم مبتكر، دال تابع. النتيجة تمنحك الإجابة ألف 20 نقطة، وتعادل الإجابة باء 40 نقطة. وإذا اتجهت للإجابة جيم فدون 30 نقطة، وستقدم لك الإجابة دال 10 نقاط.
7. هل يعود اسمك في الأصل للغة غير العربية؟ ألف لست متأكدا بالفعل. باء كلا إنه عربي 100%. جيم إنه اسم فريد ابتكره والداي. دال أجل يرجع في الأصل إلى لغة أخرى. النتيجة: إذا كانت ألف هي خيارك فدون 20 نقطة، أما باء فستمنحك 10 نقاط، وستضيف الإجابة جيم 30 نقطة إلى مجموع نقاطك، وستمنحك الإجابة دال 40 نقطة. 8. كم عدد المقاطع الصوتية التي يتكون منها اسمك؟ ألف 1، باء 2، جيم 3، دال يزيد عن 3. النتيجة: ستزيد الإجابة ألف من مجموع نقاطك بمقدار 20 نقطة، أما الإجابة باء فتستحق 10 نقاط، وفي حال اخترت الإجابة جيم فدون 30 نقطة، وفي النهاية أضف 40 نقطة للإجابة دال. 9. أي الكلمات ستستخدمها لوصف نفسك؟ ألف مثابر ومبتكر ومنفتح، باء رصين وهادئ وقوي الملاحظة، جيم فضولي ومرح وفنان، دال مخلص ودقيق وحريص. النتيجة: تعادل الإجابة ألف 40 نقطة، أما الإجابة باء فتضيف 20 نقطة إلى مجموعك النهائي، وإن كنت اخترت الإجابة جيم فدون 30 نقطة، وأخيرا ستجلب لك الإجابة دال 10 نقاط فقط. 10. اختر الحيوان الذي تفضله أكثر. ألف الذئب، باء الثعلب، جيم البومة، دال الأرنب البري. النتيجة: تساوي الإجابة ألف 40 نقطة، أما الإجابة باء فستمنحك 30 نقطة، وإن كنت تفضل الإجابة جيم فدون 20 نقطة، وأخيرا ستقدم لك الإجابة دال 10 نقاط. والآن دعونا نأخذ 10 ثوان لحساب مجموع نقاطك. هل أنت مستعد؟ إذن لنكتشف ما سيفصح به اسمك عن شخصيتك. إذا كانت نتيجتك تتراوح بين 100 و170 نقطة فأنت شخص مجتهد. أنت تعلم جيدا كيف تضع أهدافك، والأهم من ذلك معرفتك لطريقة تحقيقها. يعلم الجميع أنه بالإمكان الاعتماد عليك حتى في أكثر المسائل أهمية، كما ويشاركك أصدقاؤك أسرارهم كونك شخصا جديرا بالثقة لأقصى حد. أنت شخص إيجابي تعلم كيف تخلق جوا مبهجا أينما حللت، ودائما ما يتم إرسالك لجميع أنواع المفاوضات بفضل مهاراتك بإذهال الآخرين. وإضافة إلى ذلك، لا تمانع بأن تكون مرؤوسا طالما تسير الأمور بالطريقة الصحيحة ولها نتائج إيجابية. إذا تراوح مجموع نقاطك بين 180 و250 نقطة فأنت شخص مفكر. على الأرجح تتمتع بالهدوء وتحتاج إلى قضاء بعض الوقت وحيدا. أنت تملك مهارات رائعة في قوة الملاحظة، كما وبإمكانك العمل بجد، ولكنك تفضل إنجاز المهمات بمفردك على فعل ذلك ضمن فريق. ينظر إليك البعض على أنك شخص غير اجتماعي، ويرجع هذا لعدم معرفتهم بشخصيتك المذهلة التي تظهرها فقط لعدد قليل من الناس. أنت شخص رومانسي ومحب للطبيعة، وتستمتع بالأنشطة الهادئة كالقراءة بالقرب من المدفأة أو التمشية مع كلب في الحديقة، إضافة إلى كونك إنسانا وفيا وذكيا، ويقدرك ويحبك العدد القليل من الأصدقاء الذين تملكهم. إذا كانت نتيجتك بين 260 و320 فأنت شخص مبتكر، وفضولك من أهم الصفات التي تميزك، فأثناء طفولتك كنت تواصل طرح الأسئلة حتى أن يعجز والداك عن العثور على إجابات لبعض أسئلتك، كما أنك مهتم بأشياء أخرى عظيمة. في حال واجه أصدقاؤك وأفراد أسرتك أي مشكلة يلجؤون إليك لطلب المشورة، وذلك لشهرتك بامتلاك القدرة على إيجاد عدد لا يحصى من الأفكار والحلول. ويمكن أن تكون مغامرا حتى أن البعض يصفونك بالشخص المجازف،
أما بما يخص امتلاكك لحس الدعابة فلهذا فضل بإنقاذك من مواقف عدة. أنت شخص مندفع وحساس ومبدع، وعادة ما تكون مفعما بالطاقة، وإذا احتاج الأمر ستكون قادرا على التركيز بصورة غير عادية. قد يصفك بعض أصدقائك بالشخص الساذج قليلا، ولكنك ذكي للغاية. إذا كانت نتيجتك النهائية بين 330 و440 فأنت شخص متحكم. وأسوأ كابوس بالنسبة لك هو فقدانك السيطرة على الأمور، فأنت تفضل إبقاء الأمور تحت السيطرة. أنت شخص صادق وذكي وواثق من نفسه، وهذا ما يجعل الآخرين يستمعون إلى وجهة نظرك في مختلف المسائل. كما وتملك ميزة رائعة، امتلاكك للحماس يؤثر على الآخرين وينقله إليهم. أنت شخص ملتزم تجاه ما تحب أو من تحب، وتكرس كل عاطفتك لذلك. أنت شخص حاسم ولا تحتاج وقتا طويلا لاتخاذ القرار الصحيح. أنت تملك صفات قيادية بارزة، وهذا ما يجعل الناس يتبعونك بحماس. كما ويساعدك تعاطفك مع الآخرين على فهم احتياجاتهم ومشاكلهم، ويعلم أصدقاؤك وأقاربك هذه الصفة ويقدرونها. إذن ماذا تعتقد؟ هل تعرفت إلى شيء جديد في شخصيتك؟ أخبرنا به في قسم التعليقات أدناه، وتذكر الضغط على زر الإعجاب ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك والاشتراك بقناتنا لتبقى دائما في الجانب المشرق للحياة.